كان مفروض علينا اننا نغيروا من التشكيله كما كتعرفوا بعض الاصابات، ولكن الحمد لله الدراري اليوم قدموا احسن ما عندهم، وحنا ان شاء الله متفائلين بهم خير في مباراه العوده في ملعب محمد الخامس. ان شاء الله هذا الهدف يقدر انه يمنحنا ثقه كبيره في مقابلة إياب في الملعب محمد الخامس، وإن شاء الله اللعبة غادي يجيبوها، وإن شاء الله نجيبوا العصبة الرابعة والثانية على التوالي إن شاء الله. الحمد لله نتيجة 2-1 حسن من 2-0، مي كانوا اللعابة لعبوا بون ماتش ولعبوا روح قتالية وتقاتلوا داروا اللي عليهم، وإن شاء الله فاروشوا راه نقولوا كلمتنا. بعض اللعابة في الدراري كيعطلوا كرة خصهم هذيك تعطى لواحد شوية واحد الدقايق هو اللي خلى الجوج بيوت، أما كون الدراري ما كيعطلوش بكرة شوية وكيتيقوا واحد يحضي الاخر فهمتي في لي زاريير والدراري داكشي باش ماركاو البيوت، جوجهم البيوت جاوا بالاغلاط ديال الدراري.